شو بتكتب الفنانة السورية روعة ياسين لبيت الفن؟ المحبة والسلام أكثر ما تحتاجه أرواحنا المتعبة. هل يعني أنت فيروزية؟ يعني فيروز خلنا نقول مبتعدة مبتعدة عن الإعلام، ولكن هي حاضرة وأنت ما شاء الله عليك إلى اليوم حاضرة في بين الجمهور. هل هذه هي وجهة نظر تتوقعين؟ هلا في ناس بتطلع بالسياره بتتصور، بتاكل بتتصور، بتضحك بتتصور، بتغني بتتصور. انا ما بحب هيك، بالاضافه طبعا للازمه وللتعب والنفسي اللي نحن كنا فيه. روعه، قلتي مره ان المسرح والتلفزيون ايضا مرتبط بالظروف الماديه، شو قصدك؟ كلاتنا بنعرف انه المسرح مردوده المادي بسيط وضعيف. نحن تعودنا انه هذا النجم او هي النجمه هي اللي رقم واحد بالبيع. بيت الشهره، بيت الأمنيات. لا، أنت اليوم محظوظة. روعة ياسين، أنا بشوف الفن ما له حدود وما له جغرافيا وما له يعني مكان. الفن بيستوعب الكل وبيحب الكل، وانت من خلاله فيك ترضي كل الأذواق. لا لك، لانه انا ولا بعمري كنت فكر انه انا ممكن اكون فنانه او اكون ممثله او وات ايفر يعني. بس اللي بده يبلش كمالك جمال بدور عشا. لعبت الادوار الجريئه ونجحت فيها يعني. انا لاي حد؟ لا، لحد حقيقي، مش لحد مبتذل. بس عم اقول لك انه انا هي الاماكن البسيطه بتعني لي اكثر. الدراما أعطيتك حقك؟ لا، ما كتير. شو السبب؟ والله ما بعرف. علماً إنك اسم الله عليك جميلة وأدائك حلو. عاد ما بحضر، تعرفي أنا ما عندي تلفزيون، بس نجيب لك من وقت للتاني بحاول. أنت بتشتغلي على حضورك الفطري ولا على حضورك الجميل؟ حضوري الجميل. الحضور الفطري ما بنشغل عليه، الحضور الفطري من عند الله. بالعكس، الإنسان بحافظ عليه ما بيشتغل عليه. غيابك عن سوريا منه شيء سهل لك، صح؟ ما غبت كثير عن سوريا أنا. صح؟ صح طبعا. يعني ما بتحب تغيبي؟ لا، ما بقدر. مو ما بحب، ما بقدر.